مرحبا وشكرا لمتابعتكم تك ميشن. اليوم الحلقة 21 من سلسلة موسوعة الفيديو اللي بنقدمل لكم اياها بالتعاون مع نيكون، الشركة العالمية العريقة بعالم الكاميرات. ونحن سعيدين جدا انه بفيديو اليوم رح تكون معنا الزي 9 العملاقة لحتى نفرجيكم الامثلة عليها. ومجددا بحب وجه شكر كتير كبير للأستاذ طارق عبد الرحمن على مساهمته القيمة بالمادة العلمية لهي السلسلة. شكرا أستاذ طارق. موضوع فيديو اليوم هو التصوير باللوج، صيغة لوج. موضوع مهم جدا ورح نقسمه على حلقتين حتى نعطي حقه. بحلقة اليوم رح نحكي عن شو هو اللوج، شو الفوائد اللي بنكسبها لما بنصور لوج، وأيمت لازم نصور لوج. بالحلقة القادمة رح نحكي عن كيفية التعامل مع فيديو اللوج، شو يعني لوت أو لوك أب تيبل، وكيف بنستخدم اللوت، وشو أساسيات الكولر جريدينج أو التعديل اللوني لملفات اللوج. موضوع مهم وشيق مثل ما كن شايفين، فتابعونا. فإذا اللوج فورم، خلنا نبدأ بأنه نشرح شو هو اللوج فورم. وقبل ما نبدأ بهذا الموضوع خلنا نحكي شو هو المدى الديناميكي، لأنه موضوع كتير مهم بالنسبة لللوج. بالحلقات الماضية كنا حكينا عن الإضاءة وكيف بنضبط الإضاءة بالشكل الأفضل بالفيديو، وشو الأدوات اللي بتساعدنا بهذا الشيء. إذا كنتوا لسه ما حضرتوا هدول الحلقات رح تشوفوا الروابط بالشرح تحت، فلازم تحضروهم. بس اللي ما حكينا بهديك الحلقات إنه شو بنعمل لما بيكون في عنا فرق كتير كبير بالإضاءة بين الأماكن المعتمة بالصورة يعني الشادوز، والأماكن المضيئة بالصورة يعني الهايلايتس. لو يكون في فرق كبير بين هدول الاثنين، هذا الشيء اللي نحن بنسميه المدى الديناميكي العالي، الهاي دايناميك رينج. شوفوا اللقطة هون مثلا، في عنا عتمة كتير كبيرة على هالمنطقة من الفيديو، وإضاءة كتير كبيرة على هالمنطقة من الفيديو. منقول إنه هاي اللقطة فيها مدى ديناميكي عالي، يعني فرق كبير بين أكثر إضاءة وأقل إضاءة. شو التحدي اللي بيعمله هالمدى الديناميكي العالي؟ خلنا نشوف. إذا حبينا نضبط الإضاءة بحيث المناطق المعتمة تكون إضاءتها جيدة، شوفوا شو رح يصير بالمناطق المضيئة جدا، رح نخسرها تماما. وإذا جربنا نضبط الإضاءة بحيث المناطق المضيئة أكثر الهايلايتس تكون إضاءتها جيدة، رح نخسر المناطق المعتمة لأن رح تصير عتمة بالكامل وما عاد في أي بيانات فيها. لحتى نقدر نصور هيك لقطة بنجاح رح نكون محتاجين شغلتين: كاميرا تدعم مدى ديناميكي عالي مثل الزي 9 على سبيل المثال، ونصور لوج. بهالطريقة بناخد أفضل مدى ديناميكي ممكن من الكاميرا اللي بتعطينا مدى ديناميكي عالي. فإذا اللوج هو نمط تصوير بيساعدنا نحصل على أفضل مدى ديناميكي ممكن. بيساعد أيضا بالألوان، بيعطينا مجال أكبر لحتى نلون، لكن هدفه الأساسي هو المدى الديناميكي الأعلى. خلنا نفصل علميا أكثر. كلمة لوج أصلا هي اختصار لكلمة لوغاريتم. تتذكروها من الرياضيات أيام المدرسة؟ اللوغاريتم تعني علاقة غير خطية بين مكونين. ما تشغلوا بالكم بهالمعنى التفصيلي. اللوج بعالم الكاميرات هو Picture Profile، بيعطينا إعدادات معينة أو اللي بنسميها منحنى جاما، جاما كيرف. هذا الشيء بيأثر على الفضاء اللوني وعلى توزع الإضاءة الداخلي على السنسر على هالفضاء اللوني وعلى قراءتنا لهي الإضاءة، وبيعطينا أوسع مدى ديناميكي ممكن من الكاميرا تبعتنا. بعد شوي رح توسع أكثر بهذا الموضوع فخلوكم معي. بس قبل في عنا شوية تفاصيل تقنية عن اللوج، تفاصيل تقنية عملية. أول شيء التصوير باللوج بيغير سلوك الكاميرا. الآيسو الأساسي أو اللي بنسميه البيز آيسو بيتغير. طبعا هذا التغير بيختلف على حسب الكاميرا المستخدمة. هون بكاميرا زي 9 لما بنصور لوج بيتغير البيز آيسو من 100 بالحالة العادية إلى 800 بحالة اللوج. بعد شوي رح خبركم ليش وشو الفائدة من هذا الشيء. تاني شيء، بالفعل اللوج بيعطينا أفضل مدى ديناميكي ممكن بالفيديو، بس مدى نجاحه بيعتمد أساساً على المدى الديناميكي اللي الكاميرا قادرة عليه. أنا شخصياً بنصح أنه نحن نستخدم اللوج فقط لما عم نصور 10-bit 4-2-2، لأنه بنظري وعن تجربين اللوج مع 8-bit أو مع الكاميرات اللي ما بتدعم 10-bit بيعطينا نتائج غير مضمونة، وبيكون صعب كتير أنه نوثق فيه وصعب أنه نطلع منه النتيجة الأفضل اللي احنا عم ندور عليها. ثالث شيء، كل شركة كاميرات في عندها لوج خاص فيها، بيكون مبني على خصائص التصوير بكاميراتها وعلى خصائص كاميراتها وسنسراتها أساساً.
وبيعطينا أفضل نتيجة بناء على هاي الخصائص. بكاميرات نيكون على سبيل المثال اللوج اسمه N-Log، حرف N بيرمز لكلمة نيكون، نيكون لوج. لنفعل اللوج بكاميرا نيكون Z9 لازم نختار نوع ملف الفيديو فيديو فايل تايب بالشكل التالي، يا أما H265 10 بت MOV، يا أما ProRes 422 HQ 10 بت MOV. أثناء اختيار نوع ملف الفيديو منضغط على الخاصية اللي اسمها Tone Mode، ومن هون منختار N-Log. وهيك صرنا جاهزين نعمل اختباراتنا لحتى نميز بين التصوير من دون log والتصوير مع log والفائدة اللي مناخدها لما نصور مع log. وخلنا نبدأ بهذا المشهد. هلأ عم نصور من دون log. مثل ما شايفين المشهد فيه كتير مدى ديناميكي، في عنا عتمة كتير على يسار الشاشة وإضاءة كتير عالية على يمين الشاشة. راقبوا الويف فورم على الشاشة. إذا كنتوا لسه ما بتعرفوا تفسروا الويف فورم بنصحكم انكم تحضروا الحلقة الماضية لأنه خصصناها للحديث عن الويف فورم وكيف نقدر نقراه ونطلع معلومات منه، وراح أترك لكم الرابط بالشرح تحت. هلأ ركزوا على الويف فورم وبتشوفوا انه في عنا عتمة كبيرة وبالتالي ازدحام للإشارة بالويف فورم على اليسار. بالمقابل على اليمين في عنا إضاءة متوازنة وما في عنا ازدحام على أقصى يمين الويف فورم، يعني ما في عنا كليبينج، ما في عنا بيانات ضايعة. هلأ بنجرب نصلح الإضاءة على اليسار. حتى ناخذ المعلومات من الشادوز وما تكون كلها رايحة لازم نرفع الإضاءة باستخدام الـ ISO بهالحالة. مثل ما كن شايفين صار في عنا توازن على اليسار وراح الكليبينج من أقصى يسار الويف فورم، بس شوفوا شو صار على اليمين، صار في عنا كليبينج على اليمين وخسرنا البيانات من الهايلايتس. عمليا هذا هو الفيديو اللي نحن صورناه، هذا الفيديو اللي طالع من الكاميرا، ومثل ما شايفين ما بنقدر بالبداية نسترجع الشادوز من دون نسبة ضجيج عالية، وبعد تعديل الإضاءة لمصلحة الشادوز على حساب الهايلايتس ما بنقدر نسترجع الهايلايتس لأن احترقت. هلأ بننتقل لحتى نصور باللوج. كمان مرة ركزوا على الويف فورم، شوفوا التوازن الأكبر بالويف فورم ونحن عم نصور باللوج، وشوفوا كيف عنا إضاءة أفضل على اليسار وإضاءة أفضل على اليمين وتوازن أفضل بكتير بالويف فورم. وهي هي النتيجة العملية اللي صورناها، هذا الفيديو اللي طالع من الكاميرا. في عنا توازن بالإضاءة مثل ما شايفين، وفينا ببساطة نطبق الجدول اللوني لات وناخد نتيجة ممتازة مباشرة. وهي لحتى نقارن هذا التصوير من دون اللوج وهذا التصوير مع اللوج واللات. طيب كيف اللوج قدر يعمل هذا الشيء؟ كيف قدر يجيب مدى ديناميكي أعلى من التصوير من دون لوج؟ شو السر؟ مثل ما خبرتكم بداية الحلقة اللوج هو ببساطة لوغاريتم، في عنده مدخلات وفي عنده مخرجات. المدخلات هي الإشارات الكهربائية اللي بتوصل من السنسر، واللي هي بالأساس تفسير كهربائي للإشارة الضوئية اللي بيتلقاها السنسر من العدسة أو من خارج الكاميرا. اللوغاريتم بيوزع هاي الإشارة بناء على شدتها وبينشرها على كامل المدى القابل للاستخدام بناء على حسابات محددة ومعقدة. هذا هو الشغل تبع الجاما كيرف، وبفضل هذا الشيء ما بنخسر إشارة، لا إشارة قوية مثل الهايلايتس اللي بتوزع على مدى واسع وقابل للاستخدام، ولا إشارة ضعيفة مثل الشادوز اللي كمان اللوغاريتم بنشرها على مدى واسع وقابل للاستخدام لنقدر نستفيد منها. بسبب هالنشر هاد أو التوزيع المتوازن للإشارة، فيديو اللوج بيطلع بألوان مسطحة، ما بيطلع بألوان حقيقية. أساساً كتار بيسموا اللوج Flat Picture Profile أو بروفايل لوني مسطح. سوي الحقيقة هذا التعبير ما ندقي تماماً. أولاً هو مانو بروفايل لوني وإنما بروفايل إضاءة مثل ما خبرتكم قبل شوي. هو مانو مسطح وإنما مخبي المعلومات ومحتاج معالجة ليظهرها بالشكل المناسب أو بالشكل الطبيعي خلينا نقول. والمكسب اللي بناخده بالمدى الديناميكي بتجاوز بأهميته كتير كتير الخطوة الإضافية اللي بتلزم لحتى نرجع الألوان لطبيعتها. وأساساً هي الخطوة الإضافية تسمح لنا بسبب طبيعة اللوج إنه نتحكم بالألوان أكتر ونطلعها بالشكل اللي نحن بدنا إياه. قبل ما نختتم هالحلقة خلني أكد على جانبين مهمين. الجانب الأول إنه درجة العادة لما منصور بلوج نصور بإضاءة أعلى من الإضاءة الطبيعية أو المتوازنة بحوالي 1.7 ستوب. نويز بيخف كتير لما نحن منصور بإضاءة أعلى ومننزل الإضاءة بعدين بدل ما نصور بإضاءة واطية ونرفع الإضاءة بعدين. بس طبعا الطريقة اللي بتختار تصور فيها اللوج بتعتمد بنهاية المطاف على المشهد وكمان على أسلوبك
وعلى الجدول اللوني lot اللي انت رح تستخدمه، وعلى الهدف النهائي وين رح تنشر الفيديو بالنهاية. هالأحاديث كلها رح تكون مواضيع الحلقة القادمة، فانتظروها. الجانب الثاني انه كمان مرة وكمان مرة بأكد، المدى الديناميكي النهائي بيعتمد بالأساس على الكاميرا تبعتك وعلى قدراتها وعلى المدى الديناميكي اللي هي قدران انها تعطيك اياه. يعني ما فيك تتوقع انه انت عم تصور بكاميرا بتعطي مدى ديناميكي متواضع، بمجرد ما حولت على اللوج خلاص رح يصير في عندك افضل مدى ديناميكي ممكن. ما هيك بتصير القصص. لازم دائما نعرف محدودية الكاميرا تبعتنا ونصور على اساس معرفتنا بهي المحدودية. وبرجع بذكر، انا بنصحكم جميعا تصوروا لوج فقط مع 10 بت و422، يعني فقط بالكاميرا اللي بتدعم 10 بت و422 ومع تفعيل هدول الميزتين. اما اذا ما بتدعم ما تصوروا لوج اصلا. طيب اذا كانت الكاميرا بتدعم 10 بت وبتدعم 422 وعندها مدى ديناميكي ممتاز، امتى بنصح صور لوج وامتى بنصح انك ما تصور لوج؟ حسب خبرتك وقدرتك على التعاطي مع اللوج ومع التلوين، وكمان حسب وين انت وشو الهدف النهائي من الفيديو تبعك. انا شخصيا بصور لوج كل ما كان عندي فرصة أصور لوج، بمعنى كل ما كانت كاميرتي بتدعم اللوج عندها مدى ديناميكي كتير كويس، عندي وقت كافي لحتى أعمل التعديل اللوني وحرر وانشر. أما إذا بدي أصور وانشر على السوشيال ميديا بأسرع ما يمكن، خصوصا لما عم صور بهدف السوشيال ميديا، ما بصور لوج أبدا، بصور من دون بيكتشر بروفايل. بالحلقة القادمة رح نحكي عن كيفية التعامل مع الملفات اللي بنصورها بصيغة لوج، وشو هي جداول اللونية لوتس، وكيف بنستفيد منها لحتى نحصل على أفضل جودة وأفضل ألوان وإضاءة بالفيديو تبعنا. شكرا لتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا على إنستغرام وعلى تيك توك بنفس الاسم. أنا بشوفكم بالفيديو القادم. And cut.